أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي وعضو اللجنة الفنية للنادي أن عمل اللجنة ينتهي في 31 أكتوبر الحالي وقال عماد سليمان اللجنة سينتهي عملها في نهاية عمل مجلس الإدارة الحالي ويذكر أن الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي سوف تعقد في نهاية الشهر الجاري لانتخابات مجلس الإدارة الجديد وتابع رضون عن عمل اللجنه الذي جاء في ظل ظروف صعبه ومع هذا نجحنا في اختيار جهاز ايهاب جلال الذي ساهم في خروج الفريق من ازمته في الموسم المنقضي واضاف كما وفقنا في الاستقرار على الجهاز الفني الذي يقود الفريق من الموسم الجديد بقياده طلعت يوسف وتم تابعنا عملنا في الاعداد للموسم الجديد من خلال انهاء التدعيمات الجديده التي يحتاجها الفريق رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي وضم الإسماعيل في سوق الانتقالات الصيفية أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان حارسي مرمى وعبد الله جمعة وعصام صبحي والليبي محمد الطرهوني ومحمد دسوقي وأحمد عيد والزامبي جاستن شونجا واختتم الإسماعيلي مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي في المركز 11